الرئيس في أخطر ما تحدث به خلال الأيام الثلاثة الماضية في تقديري كان، وكانت مفاجأة بالنسبة لي شخصيا، أن هناك عملية عسكرية حربية كبيرة للغاية ستتم لاقتلاع جذور الإرهاب من سيناء مرة واحدة ونخلص. تعالوا نسمع الرئيس قال إيه. مطار العريش اتقفل خلال الـ30 موسم اللي فات نتيجة انه كنا احنا حريصين على ان اهلنا اللي موجودين في نطاق المطار موجودين، محدش يقرب لهم، المزرعة اللي موجودة ديت محدش يقرب لها. لما اتضرب على الطيارة اتضربت من المزارع اللي موجودة حوالين المطار، ما كناش نحب نعمل كده برضو. احنا اضطرينا للاسف ان احنا، انا بقول للاسف عشان المصريين يبقوا عارفين، احنا بنعمل حرم امن للمطار لان لازم المطار يرجع ولازم يشتغل بلا تهديد. لازم مطار العريش يرجع يشتغل، الدوله تعود وتعود ايه. مش هنسمح ابدا نقول مش هنقدر نشغل المطار عشان بيتهدد. لا لا لا، الحرم يبقى 5 كيلو حوالين حقول الطيران، يتساعدونا. لكن احنا خدنا قرار باستخدام عنف شديد خلال المرحله الجايه، لسه ما بداناش، عنف شديد وقوه غاشمه حقيقيه. هنعمل ايه؟ هنستخدم قوه غاشمه حقيقيه. ده كلام انا بقوله. لا لا، احنا مش هنقعد نستنزف ولادنا وقواتنا واموالنا لمده، لا